ويعطيك العافية، فرصة سعيدة. فيش وقت فراغ عندي، بحب القراءة، موهبة الكتابة. زي انه صحاب تلمونا، بس انه لا هم مهتمين كثير بالشباب، اكيد مخصصين جزء من اليوم ندرس. وعلي راياتك علي، علي راياتك علي، والأسمر يا بالكوفي هي هي، وجبن الوطن عالي، وجبن الوطن عالي، ومزين بالكوفي هي هي. علي راياتك علي، علي راياتك علي، والأسمر يا بالكوفي هي هي، وجبن الوطن عالي، وجبن الوطن عالي، ومزين بالكوفي هي هي. مرات الشغل، مرات في الدراسة، حسا وقت فاينل يعني الواحد بدرس وهيك شغلات يعني. في كمان الرياضة، بحب أنا أنمي مواهبي في الرياضة، الشغلات الرياضية. هلا أنا كسارة بحب أتعلم لغات، بس ما في مراكز كافية تعلم الشغلات اللي إحنا بنحتاجها وبدنا إياها. زي مثلا فترة معينة كنت حابة أتعلم إسباني بس ما لقيت. عندنا هنا في ضفة إجمالا، عشان في ضفة وقدس، وما إحنا وطن واحد طبعا، بس في انه مفصولين عن بعض. جوا في تنميه مواهب للتنسيق الورود وهيك، بس عندنا لا، يعني ممكن تعلمتها انا في المحل، عندنا محل. انا بدي احكي مجال انه انا بحب مثلا اقرا، انا بشتري الكتب على حسابي الخاص، وما بلاقي في مكتبات عامه اني استعير منها كتب، بغض النظر الكتاب عن ايش بيحكي او في اي مجال. انا كطالب يعني المؤسسات المفروض اللي داعمه للشباب لازم توفر مراكز تعليميه لتدعم المواهب الرياضيه، خصوصا للشباب الإشي الرياضي. كنت بحب التصوير من وانا صغيرة، وكنت حابة اني اتعلم التصوير بكل مهاراته. اجتني فرصة اني اتعلم التصوير وتعلمته، فانا بتمنى يكون في مؤسسات تدعم التصوير، يعني سواء انا او غيري. انا بدي احكي عن تجربتي بداخل صور الجامعة، ان في طلاب كثير موهوبين داخل الجامعة، وما في مراكز خارج الجامعة أن تنمي هيك مواهب. فأنا بطلب من المجتمع أو المؤسسات اللي بترعى الموهوبين أن تدور عليهم في الجامعات في المدارس وتنمي الموهبة اللي هي عندهم. بطالب أن مثلا بلديات بيت أمر والمراكز وهي أن تشجع وتسوي أكثر مراكز لتجذب الناس إلها، لأن في كثير عندنا مواهب ومش فيش حدا مشجعها ولا إشي، لأن ما في مراكز لتدعمهم. مثلا أنا كشخص بحب الرسم وعندي كموهبة مبتدئة، أكيد بحب أطورها، بس ما لقيت في بيت لحم أي مؤسسة بتدعم إني أطور هاي الموهبة عندي. بالنسبة للسؤال على المواهب الموجودة أو من خلال عملي في المدارس كمرحلة ابتدائية، كثير في عنا من طلابنا بتمتعوا بمهارات كثير حلوة وطيبة، وممكن تحفيزها وممكن تشجيعها من خلال مراكز كثيرة، لكن المراكز نفسها مقصرة، يعني مرتكزة على بعض المواقع في البلد، يعني مش في مواقع مهمشة ما بتصلها الخدمات هاي، ما بتصلها في دائما الأطفال عودونا أنهم بيطلعوا من بيئات مهمشة، تطلع المواهب دائما من بيئات مهمشة. أنا كخريجة إعلام بلاحظ أنه في ناس عندها خبرة زي التصوير والمونتاج، بس مش لاقين مؤسسات تدعمهم، لأنهم ممكن مش قادرين يدخلوا الجامعة أو ما معهم الدخل الكافي لحتى يدرسوا هذا التخصص، فبنفضل أن ينفتح لهم مؤسسات لحتى تساعدهم في هذا الإشي. يعني حتى بتحس المؤسسات كلها بشكل عام، بديش أحكي عن حدا بشكل خاص، بتعاملوا مع الحدا الموهوب أو اللي عنده موهبة زي نص حبة الليمونة، يمسكوها بيعصروها بس خلصوا منها بعيد عنك بيكبوها في الزبالة. فعشان هيك حتى يعني الأشخاص نفسها بتبطل تحب تتوجه لهاي المؤسسات.